المشي تحت الظروف الجوية القاسية، وغاصت أقدامهم العارية بالوحل أياما طويلة على أن يعيشوا تحت سيطرة داعش في نينوى، واصلين إلى محافظة أربيل لرواية حكاياتهم. مشينا ليل كامل 12-10 ساعات، هاي مشي حفاي بالطين، نمشي نخاف لا يكمشونا ويذبحونا. الشعب كله ما عاد يريدهم، قمنا يعني ما عاد نريد تصرفاتهم بنوبة، لأن ما وفرونا أي شيء، ما وفرونا. كشفناهم. التقييد للحريات يمثل الصفة الأبرز لممارسات داعش في المناطق التي يحتلها. إزارك لازم ماكو إزار قصير، تقصر تراكسوت أو بنطرون، يعني حياة مأساة، حياة تعب تعب ملل. يعني يذبح بشر قدامك شنو؟ أكو ذبح هو؟ أكو بدور الرسول كان ذبح هيجي؟ أكو هيجي سولف لي أكو؟ ماكو. أكو بالإسلام ذبح؟ يعني شنو؟ ما يؤمن بهذا، أنا ما أؤمن بها خلاص. أجواء من الخوف والرعب يعيشها سكان المناطق الخاضعة تحت سيطرة داعش، بحسب ما ذكره هؤلاء الهاربون منها، في ظروف قد تهيئ لثورة داخلية ضد التنظيم من شأنها المساعدة في حسم عمليات التحرير المرتقبة. سالم الماسي، السومرية، أربيل.